ما هي الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة وما بيان حالها؟ من الأدلة استدلوا بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال هما الوجه والكفان. الجواب أن قوله قبل نزول آية الحجاب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، ثم إن قوله هذا يعارض بقوله في آية الأحزاب التي سبق ذكرها: كنا يخرجنا وقد غطينا وجوههن وقد أبدينا عينا واحدة. ثم هو معارض بقول من؟ بقول ابن مسعود الذي فسر الآية بأنها ما ظهر من ظاهر اللباس كالعباءة ونحوها. ومما استدل به من أجاز كشف الوجه استدل بما جاء عند أبي داود أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقيقة. لو سلمنا بأن جملة ثياب رقيقة أنها لا تصح، فلما دخلت عليه قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يجوز لها أن تخرج من جسمها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا حديث به 4 أو 5 علل. يكفي في ذلك أن خالد ابن دريك وقد أخرجه أبو داود قال هو منقطع لم يسمع من أسماء، وبيان هذه العلل ليس هذا الموضع موضعا لها، لكن هذا الحديث معلول. ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة أن المرأة الخثعمية كما في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا يدل على أنها كشفت عن وجهها. وفي حجة الوداع فالجواب عن هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقر الفضل، ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى دليل يبين على أنه لم ينهها عن كشف وجهها. لكن أيضا السنة للمرأة أن تكشف وجهها في الإحرام، بل أوجب ذلك بعض العلماء. ولكن مثل هذه المرأة يبين من أن المرأة تستر وجهها في الإحرام عند الرجال بما مر معنا من أحاديث أخرى. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال: وفي استدلال ابن بطال نظر فإنها كانت محرمة، والمحرمة يجوز لها ما لا يجوز لغيرها، والصواب أنه لا يجوز لا للمحرمة ولا لغيرها. ولكن جاء عند الترمذي من أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر، فدل على أنها قد رمت وقد تحللت. فالجواب عن هذا: أين الدليل على أنها قد رمت؟ صحيح أنها سألته عند المنحر، ولكن ليس هناك دليل على أنها رمت، ربما أنها لم ترمي، فلا يستدل بهذا. ومما استدل به من أجاز كشف الوجه ما جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العيد قال للنساء: تصدقنا، فقامت امرأة سفعاء الخدين. هذا يدل على أنها كاشفة للوجه. فالجواب عن هذا أن صلاة العيد شرعت متى؟ في السنة الثانية من الهجرة، وآية الحجاب في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، فيكون هذا قبل نزول آية الحجاب. لكن جاء في المسند أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق عمر، ومن بين المبايعة أمرهن كما في حديث أم عطية أن يخرجن العواتق والحيض والنساء ولتلبسها أختها من جلبابها. وآية المبايعة في الفتح نزلت في الفتح فتكون متأخرة. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا لو سلمنا بهذا كونه يأمر صلى الله عليه وآله وسلم النساء مرة أخرى بأن يخرجن العواتق والحيض وأن تلبسها أختها من جلبابها لا يدل على ذلك، لأنه ربما أنه كرر الأمر مرة أخرى. ثم وهو الفيصل أن هذه المرأة يمكن أن تكون من القواعد من النساء والتي أباح الشرع لها أن تكشف عن وجهها، فليس ثمة دليل في هذا الباب. ومن الأدلة ما جاء عند ابن جرير من طريق قتادة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة بلغت أن تخرج إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه ونصف الذراعين. هذا الحديث منكر، إذن لا يصح. ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة
ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر فيها وصعد النظر ثم طأطأ رأسه، هذا لا يدل على أنها كانت كاشفة لوجهها. ولذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قد تكون متلفعة بمرضها، ما في دليل أنها كاشفة، وكونه ينظر إلى جسمها لا يدل على أنها كاشفة لوجهها. ومن الأدلة ما جاء من أن النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. قالوا جاء عند أبي يعلى في مسنده بسند صحيح أنه لا يعرف بعضهن وجوه بعض، سلمنا بهذا إن صحت الرواية، سلمنا بهذا على أنهن قد كشفن وجوههن، فلا بأس إذا كنا في ظلمة داهمة لا بأس أن تكشف المرأة عن وجهها، ليس هناك دليل لأنه لا يراها الرجال، وإذا قال لا يعرفهن أحد فليس هناك دليل حتى يستدل بهذا، لأنها كانت في ظلمة مدلهمة لم تظهر وجوههن، على التسليم بصحة هذه الرواية. ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء في صحيح مسلم أن أم شريب كانت امرأة ينزل عندها الضيفان، فلما طلقت فاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد عند أم شريب، لكن قال إن أم شريب ينزل عليها الضيوف وأنت تضعين خمارك وأخشى أن يسقط خمارك وأن يبدو ساقاك فيرى منك يعني من قبل الرجال ما تكرهين، وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم وهو ابن عمها وكان أعمى. قال هذا يدل على أنه أجاز صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تكشف عن وجهها عند الرجال. لما؟ قال لأن الخمار هو ما يغطى به الرأس. نقول ليس هذا محل اتفاق، بدليل ما مر معنا من نصوص أنهن كن يغطين وجوههن بالخمار، وأيضا مما يدل على ذلك قصة أبي القاضي التنوخي لما أنشد تلك الأبيات: قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقي المذهبي، نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يلتهب. هذا يدل على أنها غطت خدها. ومن الأدلة ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد فرأيت النساء يرمين بأيديهن الذهب في ثوب بلال. بأيديهن، هل قال وجوههن؟ ثم هل قال إن أيديهن ظاهرة؟ قد تكون مستورة متغطية. ومن الأدلة أنه قال، وأصل الحديث في الصحيح لكن عند أحمد، أنه دخل أبو السنابل ابن بعكك على سبيعة بنت الحارث قال: واختضبت واكتحلت. اكتحلت يدل على تغطية الوجه. ومما استدل به من أجاز كشف الوجه عند أبي داود قال، وله شواهد من حديث ابن عباس، أن امرأة لما أرادت أن تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرى يدها قد خضبت بالحناء لم يبايعها، الكلام عن اليد، ثم هي امرأة تبايع في أول الإسلام، ما الذي أدراها عن كشف الوجه ولا عن كشف اليد؟ يعني هذا ليس في محله. ومما استدل به من أجاز كشف الوجه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال لعطاء: ألا أريك تلك المرأة السوداء التي كانت تصرع وتكشف؟ ودعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالجنة إن صبرت واحتسبت. ألا أريك المرأة السوداء، أهناك دليل على كشف الوجه؟ ربما أنها في أثناء صرعها بدا شيء من جسمها، ثم لو سلمنا أنه بدا وجهها فإنها في حالة الصرع ليست كحالة الصحة. ومما استدل به من أجاز كشف الوجه حديث قيس بن أبي حازم عند الطبراني قال: دخلت على أبي بكر فرأيت امرأته أسماء، امرأة موشومة اليدين، يعني أنها وشمت، ولكن كان هذا الوشم في الجاهلية. هذا لا يدل، لما؟ لأنها كانت تذب عن أبي بكر بدليل أن الحالة حالة مرض وهي تداوي زوجها، ولذلك وصفوه بأنه نحيف أو رقيق رضي الله عنه لما دخلوا عليه. مثل هذه الأدلة غريبة أن يستدل بها. ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء في الصحيحين أن صفية بنت حيي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، يعني رقيقة يتسرى بها. قال: والرقيقات في الحكم كحال الحرائر. نقول صحيح،
لكن إذا جاءت الأدلة بالتفريق فلنأخذ به. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن الصحابة أن الرقيقات لا يغطين وجوههن بالتفريق بينهن وبين الحرائر، هذا معروف ومشهود بدليل هذا الحديث. ولذلك يعني في رواية أحمد قال: وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه على ظهرها وعلى وجهها، دل على أنها زوجة له عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به من أجاز كشف الوجه أنه قال أن هذا قول أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك ابن رشد في البداية، هذا يحتاج إلى تتبع. ثم لو قيل بهذا الأئمة كلهم كما أسلف قالوا من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز أن يعدل عنها إلى رأي من آرائنا، هذا ما أردت بيانه لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فخلاصة القول أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وكون المرأة الخثعمية أيضا مما يذكر هنا، كونها أنها كشفت بيان الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما ذكرت من أدلة من حرص الصحابيات حتى في عهد عمر أنهن كن يغطين وجوههن حتى في الإحرام إذا مر بهن الرجال الأجانب.